السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة. النهاردة هنتكلم عن ميرفت أمين وتدهور صحتها، وكمان إعلان ابنتها عن حالتها الصحية إنها في حالة خطر بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز. وهنشرح الحالة اللي فيها الفنانة ميرفت أمين بكل تفاصيلها معانا بالفيديو. طبعا احنا عارفين ان الفنانة ميرفت امين والفنانة دلال عبد العزيز، وكان كمان الراحلة الفنانة رجاء الجداوي والفنانة شويكار، كانوا اصدقاء داخل الوسط الفني وخارجه، وكمان كانوا متعلقين جدا ببعض. وحسين فهمي قال بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قال ان الفنانة ميرفت امين كانت مصدومة بوفاة ثلاث أصدقاء ليها في فترة وجيزة، ربنا معاها يكون في عونها ويكون في عوننا إحنا كمان. وده كان تصريح من حسين فهمي بعد ما شاف حالة الفنانة ميرفت أمين، وخاصة إن هي بعد وفاة كمان دلال عبد العزيز حالتها تراجعت بطريقة ملحوظة جدا. وبنتها كمان أعلنت ده وقالت إن بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز ميرفت أمين والدتها حالتها ما بقتش عارفة تعمل معاها إيه، وكمان هي من الصدمة والانهيار اللي هي فيه بعد وفاة دلال عبد العزيز، لأنها فقدت أصدقائها كلهم في فترة قليلة جدا. أول واحدة كانت الفنانة شويكار، وبعديها على طول كانت الفنانة رجاء الجداوي، وبعديها بسنة اتوفت الفنانة دلال عبد العزيز، وهي كانت متأثرة جدا بمرضها. والفترة اللي قعدت فيها في المستشفى كانت الفنانة ميرفت أمين على طول بتزورها، رغم ان كانت ممنوعة الزيارة، بس دي الوحيدة اللي ما كانش ينفع يمنعوا الزيارة عنها. وكانت الفنانة ميرفت أمين بتتعالج فترة طويلة جدا، ودخلت المستشفى بسبب حالة انهيار والحالة النفسية بتجيلها. وطبعا ده كانت الفترة اللي فاتت دي، كانت الفنانة ميرفت أمين دخلت في الحالة النفسية دي وانهيار عصبي بسبب فقدها للفنانة دلال عبد العزيز، لان طبعا احنا عارفين ارتباطها بيها كان عامل ازاي. حتى الأعمال الفنية اللي هي كان تم اتفاقها مع المنتجين والمخرجين على تنفيذها، طبعا تم الاعتذار ولم يتم تصوير أي شيء منهم وتم وقفهم، لأن الفنانة ميرفت أمين لحد وقتنا هذا لسه في حالة انهيار، وكمان نفسيتها محطمة بسبب الفنانة دلال عبد العزيز. وطبعا مش هترجع دلوقتي خالص لتنفيذ الأعمال الفنية دي، لأنها في حالة ما تسمحش بأي شغل دلوقتي. وبنتها صرحت بكده وقالت إن حالتها خطيرة، وطلبت من جمهور الفنانة ميرفت أمين إن هم يدعوا لها إن ربنا يصبرها ويشفيها كمان. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.